السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشوفوا هذا الفيديو. اليوم البنات نهار جديد وفيديو جديد. كنتمنى الفيديو ديال اليوم يعجبكم. الفيديو ديال اليوم البنات هو عبايه باللوان. كما كتشوفوا دابا في الطوندونس راه كاينين العبايات، بالنسبه للعبايات كاينين العبايات باللوان هما اللي في الطوندونس. كنتمنى يعجبكم هذا الفيديو، واللي ما مشترك في القناه ديالي يشترك، مرحبا به الى عجبته. وشكرا الاصدقاء ديالي اللي قدام الجداد اللي غيدخلوا معايا جداد ان شاء الله. شكرا الاصدقاء ديالي اللي دخلوا معايا اصدقاء هذه الايام بزاف، مرحبا بكم وشكرا للتعليق ديالكم وشكرا للدعم ديالكم ليا وشكرا للايك. وما تنسونيش في لايك ان لي لايك هما لي لايك هما القناه. الا 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 كان الا كتعطيوني لي لايك راه كتشاف القناه، ما كتعطيونيش لي لايك ما كتشاف القناه مزيان. كاين اللي كيتفرج ما كيعطيني لي لايك، الا جات على خاطركم ما خسرت والو. عطيوني لي لايك. شكرا لكم مره اخرى، وشكرا للاصدقاء ديالي في المغرب وخارج المغرب، وشكرا للاصدقاء ديالي فين ما كاينين، ومرحبا بكم وهانتوما معايا. رجعت معكم البنات باش نفصلوا كما قلت لكم العبايه. هاد الثوب فيه جوج متر ونص. غادي نهزو الكمام من هاد العباية. غادي ندير الطي 46 تقريبا. غنهز الكمام اللي غادي نهز من هنا، غنهز 66 سنتيم باش ندير الكمام. وهاد الثوب البنات غادي نبقى نقطعو لان هكا باش كيتقاد. غادي غنحلو ديك 3 سنتيم وغنجبدو بحال هكا باش يجينا، باش ما يجيش عوج، باش الزواقه اللي فيه ما تعوج. انتما كتشوفوا كتمشي بوحدها مقاده. هذا غنديروا به الكمام، وهاد الطروفه البنات غندي نزوقوا بهم كما قلت لكم البنداد القدام والبنداد اللي في الكمام. كنشدوا هذا كنطويوه على جوج البنات. هذا دابا غنطويوه على جوج بحال هكا، وكنحاولوا نقادوا الزواقه اللي فيه. هاد الزواقه دابا اللي فيه خصها تجي بحال بحال من القدام. ديما كنقادو الزواقه ديالها. هاد الزواقه دابا اللي عندنا هنايا كما كتشوفوا خصها تقاد مع هادي. اذا هادي غادي نشد نقطع من هنا باش نجيبها هي هاديك. الجلال غادي نقدر نديرو فيها متر و80 اللي غادي يدينا في الثوب، حيت قطعنا 90 على 90. غادي نقطع بحال هكذا باش نجي في الجنب ديال الزواقه. غادي نقص هنايا. ضروري البنات هادي نقصها، علاش؟ باش كيما جاتني هادي تجينا الاخرى. كيما جاتني هاد الزواقه تجينا هاد الاخرى هنايا. نحاول نحيد البقايا في هاد شويه باش تجي واحد الجهه فيها الحل، واحد الجهه فيها الزواقه، لان غتقور مثلا من قدام. نحيد غير هادي. دابا كما كتشوفوا الزواقه هي مشات مقاده، وهنا مشات فيه الكحوليه. ولكن ملي غادي نقطعو نديرو داك الفي هكا فاش نديرو الباندا راه غادي ما تلاش، غادي يبان الزواق من الكحل. غير المهم ما تجيش عوجه، ما نشدو واحد البلاصه كلها كحله وواحد البلاصه كلها مزوقه. كنطويو على جوج ومن بعد كنطويو على ربعه بهذه الطريقه كما كتشوفوا البنات. طويناه على جوج ومن بعد كنطويوه على ربعه. ملي كنطويوها البنات على ربعه كيجي هذا اللي مسدود كبر من هذا. كنطويوه بحال هكذا وكيجي هذا كبر تقريبا بسنتيم كبر من هذا. ان هنا علاش غادي نصغروا هذا القدام، غادي نديروا فيه باندو كما قلت لكم البنات. غادي نقادوه بحال هكذا. هنا هو الكتف البنات. هنا غادي نديروا 46 في الكتف. غنديروا 46 غنقسموه على جوج تعطينا 23. هي هادي 23 البنات، هي هادي. غنجيبوا الصدر، غادي نديروا في الصدر غادي نديروا
31 في ربع غنكونوا هابطين ب26 سنتيم. ها هي واخا ما عبرتها هي هي هادي البنات 26 سنتيم اللي غنديروا هنا غنهبطوا لي هونش غنهبطوا ب60 سنتيم وغادي نعبروا لي هونش. هنا درنا 31 هنا غنديروا 33 غنهبطوا ب42 وغنديروا 30 سنتيم في الحزام. هبطنا ب42 باش نعرفوا فين كاين الحزام. غنديروا هنا هنا 31 في الصدر الحزام غادي نديروا فيه 30 هنا 33 هذا كلشي العبار قسمته على 4 تسمى المقاس ديال الربع كله هذا. غنجي من سميتو غنمشي من لي هونش هو الاول حتى لهنا حتى الجلايد ديال العبايه ديالنا غنطراسيه بحال هكذا كنطراسيو حتى للقنت ديك الزاويه التحتانيه فاش نوقفو كنجيو من هنا من لي هونش كنطلعو حتى الحزام اللي هو هذا هذا هو الحزام البنات وكنطلعو من الحزام حتى الصدر اللي هو هذا نبقى نكحز لكم باش يبان لكم هذا هو الصدر غادي نمشيو من الصدر حتى الحزام ومن الحزام حتى لي هونش كما كنقول لكم دائما. وهنايا في الصدر كان نهبطو بعدا كما كنقول لكم دائما كنهبطو ب15 سنتيم اللي هي هنا وكنديرو عاوتاني بحال نفس العبر اللي كان في الكتف كنديرو هنايا باش نقدرو نعرفو فين غادي نقورو الا قورنا كنمشيو بهاد الطريقه دائريه حتى تنوصلو على عند 15 كنطلعو ثاني الكتف بحال هكذا. هنا هنا كنطيحو الكتف ب3 ديال السنتيم هنايا هي هادي وهنا كنديرو 8 ديال السنتيم 8 ديال السنتيم هي هادي. دابا غنديرو 9 سنتيم لان غادي نديرو الباندا غتجي من ورا دوره العنق. وهنا بلا ما عبرتو راه في 3 ديال السنتيم البنات غادي نطراسيو 3 ديال السنتيم كما كتشوفوا هي هادي. هنا دوره العنق تنزلو بجوج سنتيم بطريقه دائريه جوج سنتيم كنديروها كباش هي باش كنهبطو صافي. وحنا نشدو المقص كنفصلو في ديك الوقيته فاش قديناه انتما غتشوفو معايا كنخلي سنتيم ديال الخياطه وكنقطع كنخلي سنتيم هنا وفي هنا وانا غادي كنمشيو حتى للقنت هنا غير غنقادو كنجيو البنات قبل ما درنا والو كنجي لهاد التحت كنشدو دائما كما كنقول لكم هادي راه مهمه ديروها دائما كنجيبو الجناب عند الوسط على شحال من مره وهانتوما كتشوفوا راه واحد كبر من الاخر ضروري. دابا غادي نفصلوا على هذا اللي قصير باش كتجينا العبايه او الجلابه اي حاجه فصلتوها الا كانت كثر من تحت من 35 سنتيم في الربع راه خصكم ديروا ليها الطريقه باش تجي ما يلبس لواحد الجلابه او يلبس عبايه ويلقاها هابطه من الجناب. وبهاد الطريقه تجي سهله البنات عاده كنجيو دابا وكنقادو داكشي اللي بان لينا من قد. دابا هنا راه قديناه قد دابا هنايا اللي بقى لينا هو ديك 3 سنتيم اللي غادي نلحو بها الكتف هي هادي وغنزلو بجوج سنتيم بطريقه دائريه. هذا دابا البنات هذا اللي مسدود هو الطرف ديال اللور وهذا هو الطرف ديال القدام. هذا شنو كنديروا ليه البنات باش نديروا فيه ديك الباندا اللي قلت لكم كنشوفوا في ديالنا شحال خص في جهه هابط يكون فيه 30 سنتيم حتى 32 غندير 32 سنتيم. الا درنا ديك الباندا عريضه كتجي باندا طالعه على باندا يلا كتجينا فيه ديك 12 اللي بغينا عفوا ديك 18 اللي بغينا خص يجي في من هنا كنديروا ليه في ديالنا هو هذا هو في ديالنا كنجيبوه كنسطروه هكذا بالمسطره بحال هكذا ولكن البنات ما كنخليوش ليه القنت غير كنفصلوه حتى تنفصلوه بحال هكذا ملي كنوصلوا ديك القنت كنجيو بطريقه
دائريه وحنا غاديين وكنقطعوا سنتيم حتى داك سنتيم حتى ما تيبان ضربتني تلفه هانتوما وكنجيو عاوتاني نقادوه نقلبوه على الجي عاوتاني نقادوه من جديد الا بان لينا فيه شي حاجه بحال دابا هكذا الا كيتمصتو راه كيبان شي واحد خارج على الاخر هذا فيه واحد شويه خارج غنقادوه غنقادو عاوتاني من هاد الجهه دابا كنقطع هذاك الشيء اللي زايد كيبان لينا هاد الفي ديالنا هكذا كتكون فيه بنظام اللي غادي نخيطوه راه غادي يبان لكم كناخذوا هذا كنشوفوا واش جاي قد هذا يجي هو هذا دابا اللي بقى لينا البنات هو الكمام نديروا ليه الكمام العبايه ديالنا العبايه خصنا نشوفوا الزواقه كي جاتنا هي الاولى هاد الزواقه البنات دابا علاش غادي نخدموا الكمام ديالنا باش يجيونا الكمام مقادين دائما كنراعيو الكمام كنراعيو الزواقه في الثوب المزوق كنراعيو الزواقه الا بغينا نفصلو دابا غادي نحيدو هاد الكحل هاد الكحل نقدروا نزوقوه فيه نزوقوا فيه داك الدخله ديالكم نديروها بهذا لون واحد دابا هنا شنو كنديرو الكمام ديالنا غادي نقدوهم بعدا الكمام ديالنا غنديرو غير 60 سنتيم لان غادي نزيد ديك الباندا فيها 4 سنتيم غنديرو غير 60 صافي هذا كله غادي نحيدوه البنات هنا كنزيد ب 15 سنتيم كندخل بجوج سنتيم بحال هكذا وكنمشي بطريقه دائريه الطريقه باش تفصل البنات لكم كاين عندي الفيديو خاص بطريقه باش تفصل لكم كاين في القناه دخلوا القناه وغادي تشوفوه وغادي تتبعوا الخطوات ديالو ملي كندير ليه بحال هكذا كنهز التقويره ديالي ها انتم التقويره ديالي ها شحال فيها يعني الكم ديالي خص تكون فيه غير ديك 23 سنتيم 23 سنتيم نيش انا البنات فاش جاني لكم هو هذا لان ما نقصتوش خصنا تكون عندي فيه غير 23 سنتيم غندير 25 سنتيم بالمقص وبسميتو غنجي الفم لكم اللي هو هنا غنجي الفم لكم غندير فيه على حسب الزواقه غادي ندير 21 سنتيم زائد سنتيم ديال الخياطه وغنمشي بهذه الطريقه غادي نعاود ديك الدخله ديال جوج سنتيم لان نقص منه هذا التركيز ديالنا البنات هو هذا كما كتشوفوا دائما كما كنقول لكم كنكبر الكم على التركيز وعاده كنهزو نقادو هاد الزواقه نخليو غير سنتيم كيبان من الكحل داك سنتيم هو اللي كنخيطو وكنلصقو معاه طرف يكون كحل نقدروا ناخذوا غير الثوب اللي كان خدمنا به عبايات اخرين نخدموا به بحال هكذا باش حتى حاجه ما كتضيع وغادي نجيبوه العبايه ديالنا ندير القياس اللي غادي يجينا هو هذاك قياس ديال 5 سنتيم تقريبا يعني غنقطعو طرف كله فيه 10 ديال السنتيم كما كتشوفوا ها انتما كما كتشوفوا حتى حاجه ما كتضيع كنحطوه على هذا وديك الساعه كنفصلوه بالطريقه اللي قلت لكم غنديروا فيه 22 سنتيم اللي هي هذه
هذا هو الكم ديالنا. دابا غادي نديرو باندا العبايه ديالنا، غنديروها من هذا نيت، نشوف واش كافينا. الا ما كافينا غناخذوه من كان كافي. كناخذو عاوتاني 10 سنتيم البنات كما كتشوفوا، 10 سنتيم ها هي، كناخذوها جوج المرات. علاش حتى ناخذوها جوج المرات؟ كنلاقيوه من من ورا دورة العنق، باش كنلاقيو دوك الطرفة. هاد الطرف دابا البنات كيتلاقى هاد الطرف مع الاخر. كنلاقيوهم من هنا بالخياطة، وكيجيو من وراء العنق ديال 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 العباية ديالنا. وكتجي باندا دايرة بحال هكذا، كتجي هنايا، كتجي لاصقة بحال هكذا كما كتشوفو. كنخيطوه بحال هكذا، وكتجي كيجي واحد طلع على واحد، وكنديرو ليه الطرقات. وان شاء الله الا كملت العبايه ديالنا في الاخر غادي تشوفوها كيطلع. غادي نحط لكم دابا، بان ليا فيديو طويل، غادي نحط لكم فيديو ديال الفصاله دابا. و الى المهم غنحط لكم فيديو ديال الفصاله، ومن بعد غندير لكم فيديو ديال الخياطه بوحدو، لان ما نقدرش نحطهم بجوج. شكرا لكم على المشاهده ديالكم، وشكرا لكم على اللايك ديالكم. شوفوا الفيديو ديال الفصاله، ومن بعد غادي تشوفوا ان شاء الله فيديو اخر غادي تشوفوا ديال الخياطه.